في خضم احتفاء مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ويوم الشهيد، يستذكر أبناء البحرين جهود قوة دفاع البحرين في حماية الوطن. وتقوم قوة الدفاع بكافة تشكيلاتها بمختلف المهام المناطة بها بروح من الوطنية والتضحية والفداء. الدرع المتين والحصن الحصين، حماة سياج الوطن من كيد الكائدين، هم رجالات قوة دفاع البحرين الذين سطروا أسمى معاني التضحية من أجل رفعة مملكة البحرين وحفظ برها وبحرها وجوها. وما أعيادنا الوطنية إلا فرصة لاستذكار جهود البواسل من أبناء البحرين في قوة دفاع البحرين. فنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وتوجيه مرتباتكم إن شاء الله بالاستمرار في الأداء الجيد، وقوة الدفاع مفخرة اليوم بفضل جهودكم وجهود أخوانكم. إن منظومة قوة دفاع البحرين ومنذ تأسيسها عام 1968 جاءت كمطلب أساسي يحقق الأهداف الوطنية السامية، وأخذت القوة على عاتقها مهمة حماية إنجازات مملكة البحرين العظيمة وحفظ نهضتها الشاملة. وتوسعت هذه المنظومة وتنظمت بشكل أكبر من خلال ثلاثة أسلحة رئيسية، وهي القوات البرية وسلاح الجو الملكي البحريني وسلاح البحرية الملكي البحريني. وتعددت المهام التي تتطلع بها قوة دفاع البحرين، فهي القوة التي تدافع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي، والمساهمة في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور ومساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون، كما أن لها دور مساهم مع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون في الدفاع عن دول المجلس وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الدفاع المشترك، علاوة على التعاون مع القوات المسلحة الشقيقة في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك لجامعة الدول العربية. ويتسع مدى اطلاع قوة الدفاع بالمهام، إذ أن التعاون مع القوات المسلحة الصديقة في إطار الاتفاقيات المبرمة يعد أحد أهداف قوة دفاع البحرين، كما أن الدور الفاعل لمملكة البحرين في المنظومة الدولية ينساب في مهام قوة الدفاع في مساعدة المجتمع الدولي في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية وصيانة الأمن والسلم الدولي. We'll be right back.